الآن ننتقل إلى الجانب الثقافي في الاختتام الذي تعود مدرج المقامات أن يخصص له 5 دقائق، خاصة إذا تعلق بإصدار يهم شيئا يخص مدينة سلا. كتاب تكرمت الدكتورة كوثر أبو العيد من جامعة كلية الأدب في فاس بإنجاز ويحمل عنوان الرحلة الحجازية، ويتعلق الأمر باشتغال الفقيد الباحث المؤرخ محمد بوشارة أحد أبناء سلا الذين تركوا بصمات في تاريخ البحث. يتولى الآن أستاذ دكتور حسن صدقي أستاذ بكلية الأدب فاس كذلك 6 دقائق ليعرفنا بهذا الكتاب في أفق أن نلتقي بإذن الله في مناسبة لاحقة على مستوى ندوة علمية يستحقها الكتاب. أستاذ صدقي سي حسن ما بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحضور الكرام، أشكر لجنة المنظمة على إدراجها لجنة المنظمة لمهرجان المقامات بسلا على إدراجها كتاب الرحلة الحجازية للفقيه الميقاتي محمد بن هاشم المشعرة ضمن هذه الليلة الاحتفالية، وهو في نفس الوقت تكريم للسيدة الأستاذة الباحثة كوثر أبو العيد على تحقيقها للكتاب المفيد، وهو كذلك تكريم واحتفاء بالمرحوم محمد حجي بوشهرة الذي ألف هذا الكتاب. ولولا تحقيق هذه السيدة الفضيلة لبقي هذا الكتاب في عدد الكتب الغامسة الموجودة في المكتبة الوطنية. أهنئ الأستاذة كوثر بوشهرة على اختيارها للرحلة الحجازية لبوشهرة، وكان اختيار موفق بحيث هذا الكتاب حصل على جائزة ارتيال الأفاق في أبو ظبي ضمن كتب الرحلات في ماي 2023، كما حظي بحفل تقديم الكتاب وتوقيعه بالمعرض الدولي للكتاب في يوم 6 يونيو 2023، وهي الآن تحصد ما زرعته في هذه الليلة من خلال هذا الاحتفاء بالسيدة الفاضلة وبكتاب بوشهرة السيوي وبسلا بصفة عامة. أقدم لمحة مختصرة عن رحلة الحجاز لبوشهرة، هي ليست ككل الرحلات، هي مثل الرحلات وليست ككل الرحلات، باعتبار أن الرحلة الحجازية يدون فيها صاحبه مسار الطرق التي توصله من المغرب إلى الحجاز في بداية العشرينيات. إذن هو الجي بوشهرة سافر إلى مناحي سك الحج في سنة 1930 بالباخرة، بعد أن أخذ القطار إلى الدار البيضاء، ومنها ركب بباخرة المارشال ليوطي إلى مارسيليا. بعد مارسيليا أخذ طائرة أنكور باخرة أنكور إلى بيروت مرورا بالإسكندرية. قبل أن يؤدي مناسك الحج قام بزيارة بلاد الشام وفلسطين، دخل دمشق حيفا يافا القدس، وانتزت بهذه الرحلة من صاحبها
له ملاحظة دقيقة، حيث أنه دون جميع مشاهداته السلبية والإيجابية. كذلك هو يدون مسارات الرحلة الحجية منذ نزوله بينبوع وذهابه إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومن بداية الحج إلى طواف الوداع. لاحظت من خلال قراءة هذه الرحلة أن المشعرة له ملاحظات ترتبط بثقافته الفقهية والفلكية والاجتماعية، إلى ذلك له ملاحظات مثلا على بعض البدع التي تحصل في بالنسبة في المشرق وفي المغرب، منها مثلا زيارة القبور والأضرحة والذبائح وغير ذلك من الأشعار والشهودة. له ملاحظة ضد الحركة الوهابية وما قامت به من تخريب القبور الصحابة وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم والتشدد. كذلك له ملاحظات على ابتزاز الحجاج من خلال سمسرة الحجاج، وله ملاحظات كذلك على ما يقوم به بعض الحجاج من المبيت في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. له ملاحظات حول الحالة الصحية التي ارتبطت بما يعرف بالحجر الصحي بالنسبة للحجاج، أو ما تعرف الكارانتين على كارانتين. هو عنده ملاحظة دقيقة مثلا في محجر، قال عن هذا المحجر هو محجر شبيه بالسجن، عكس محجر بيروس يقول أنه مثل نزهة واستراحة. ملاحظات أخرى عندما وصل إلى مرسيليا قام بالزيارة وقام بأدب واجبة بالعمران وبالحدثة. هناك الكثير من الأوصاف الدقيقة كما قلت المدة التي زارها والملاحظات إيجابية، حتى هناك ملاحظة فقط أنتين، ملاحظة بسيطة ترتبط بمهنته بالميقات. هو كان ميقاتي، يقول في إحدى الفقرات أنه دخل إلى الكابينة ديال القبطان ولاحظ أن هذا القبطان يدقق في المسار ديال، وهو يقول هذه الآلة عندنا في المغرب. إذن هو دائما الهاجز الفلكي بينه ميقاتي وفلكي، يربط دائما الهاجز بالملاحظة. كذلك له ملاحظة حول توقيت دخول الشهر الحجاز، وله كتابات في هذا. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.